يسعد اوقاتكم. اليوم انا حبيت احضر لكم التوميه اللي كثير ناس سالوني عنها. سهله وبسيطه. طبعا من مكوناتها بيضه، عصير ليمون، ثوم مدقوق مع ملح، ربع معلقه صغيره فلفل ابيض، معلقه صغيره مي، تقريبا زيت نص كوب. مشان تنجح التوميه لازم تتسوى بالخلاط. طبعا نجيب البيض اول شيء، نفقسها بالخلاط ونخلطها لمده دقيقه لحد ما تصير لونها ابيض مثل ما انتم شايفين. ترجع بتحلى ربع معلقه فلفل ابيض، خلينا نوحي بنفس البيض. مستمره بالخلط، طبعا بضيف معلقه مي مشان ما تبقى جامده التوميه. برجع بضيف لها الثوم المدقوق مع الملح، مستمره بالخلط وبضيف عصير ليمون وانا عم بخلط. اخر شيء بضيف الزيت بشكل الخلط والخلاط شغال لحد ما احصل على التوميه مثل ما انتم شايفين. التوميه طبعا معروفه للكل انه بتتقدم مع انواع من اللحوم، مع الدجاج ومع البطاطا. بتمنى تكون الوصفه عجبتكم. اذا عجبتكم وصفاتي وحابين تعرفوا اكثر عن وصفاتي فيكم تتابعوني على قناتي على اليوتيوب طبخات مادونا، كمان على الفيسبوك. وشكرا.